أيمن الموصلي يقع شارع يحمل اسم واحدة من أشهر المدن السورية حلب، ولا يزال حتى الآن مقصدا للراغبين في شراء الزي العربي الدشداشة، إضافة إلى مستلزمات الزي من عقال وغترة. تقريبا بالعشرينات تأسس هذا الشارع ويشتهر، كان أكثر شيء بينه هي الخياطين، خياطين القوط البدلات. حاليا صار شارع يعني أكثر شيء بينه الخياطين الدشاديش ومعارف الدشاديش. كثير من العراقيين يرغبون بخياطة أزيائهم على أيدي حرفيين مهرة يعملون داخل شارع حلب، إلا أن المستورد بات منافسا قويا يفضله معظم الزبائن لرخص أسعاره وإن كان على حساب الجودة. كلها دجاجة حاضرة، إيه اللي سابقا خياطة، كلها خياطين القدماء، يعني خياطين أكو مدرس الخياط، أكو على خاشيك، كان أكو خاشيك هذا أقدم واحد، أخوه هو وأخوه قدماء يعني سركيز، كان أكو هذول القدماء، هذول مسيحيين يعني، اي هذول قدماء اصحاب محلات وقدماء، وهذا كانوا. هذا الشارع تعرض لاضرار كبيره خلال سطوه داعش حتى انهاء قبضتها على الموصل، وقد اعيد افتتاحه عام 2020 بعد حمله اعمار، وقد سمي شارع حلب نسبه الى الوالي زكي باشا الحلبي ايام الدوله العثمانيه بحسب روايه تاريخيه، وفي روايه اخرى لأنه يشبه شارعا في حلب، وقد كانت المدينتان العراقية والسورية معلمين تاريخيين وبينهما مشتركات كثيرة من الاقتصاد حتى الطبخ.